ضغوط اقتصادية إسرائيلية جديدة على قطاع غزة، حيث كشف وزير الخارجية الإسرائيلي أرييل لابيد عن خطة قديمة جديدة للتعامل مع القطاع، وهي الاقتصاد مقابل الهدوء، خطة تهدف من وجهة نظر لابيد خلق الاستقرار والهدوء في غزة، لكن سرعان ما أعلن الفلسطينيون عن رفضها باعتبارها استنكارا لحقوقهم وثوابتهم. السلام الاقتصادي أو خطة الإنعاش الاقتصادي مقابل الهدوء والأمن، هذا بالنسبة لنا مرفوض جملة وتفصيلا، لأنه ينطوي على مخاطر كبيرة وكبيرة جدا هي تضييع الحقوق السياسية للشعب الفلسطيني. الخطة التي تشمل مرحلتين، على أن تكون الأولى إعادة إعمار غزة مقابل نزع السلاح من الفصائل الفلسطينية، فيما تكون المرحلة الثانية بناء ميناء ومطار ومشاريع أخرى. قالت الفصائل أن هذه الخطة التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومن حقه أن يمتلكها دون مقايضة. رفع الحصار عن قطاع غزة وأن يكون له منافذ على العالم الخارجي هي حق ثابت وحق طبيعي كباقي شعوب العالم، وليس منة من أحد، ونحن في حركة حماس سنواصل نضالنا المشروع حتى نكسر هذا الحصار عن قطاع غزة بدون أن نقدم أي تنازل سياسي. محللون قالوا أن إسرائيل تحاول استغلال الأوضاع المأساوية بغزة بتقديمها حلولا إنسانية لسكان القطاع على حساب القضايا السياسية، مؤكدين بأن هذه الخطة ستفشل كباقي الخطط والحلول التي طرحت سابقا. الاحتلال يحاول دوما التعامل مع قطاع غزة في الجوانب الإنسانية والاقتصادية، وهذا هو الذي يريده في هذا الشأن من خلال تثبيت حالة تثبيت التهدئة في قطاع غزة بمقابل أمور إنسانية وحياتية بعيدا عن أي أفق سياسي في هذا الاتجاه. وهذا يعني يؤكد بأن الموضوع مع الاحتلال هو يحاول دوما التهرب من أي أمور سياسية، لكن بالتأكيد المشكلة الأساسية لقطاع غزة هو الاحتلال والحصار، فإذا ما بقي هذا الاحتلال والحصار فأي خطط في هذا الاتجاه لن يكتب لها النجاح. على مدار السنوات الماضية طرح أكثر من خطة اقتصادية لإنعاش وتحسين أوضاع الفلسطينيين، أبرزها ورشة المنامة واتفاقية باريس الاقتصادية، خطط باءت بالفشل ولم تلقى قبولا لدى الفلسطينيين الذين يناضلون من أجل حقوقهم المشروعة. إجماع فلسطيني يؤكد على تمسك الفلسطينيين بالثوابت والحقوق المشروعة، رافضين الحلول الإنسانية على حساب الحلول السياسية، وسط دعوات للإسراع بتحقيق الوحدة الوطنية ووضع خطة مناهضة على كافة المستويات للحفاظ على حقوقهم السياسية والوطنية الثابتة. عامر الفرة، اليوم، قطاع غزة.